السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصريا طبعا النكلاس فور من قريمو سماعة دي ما حصلتش بجد، يعني أعلى من السامسونج لفيو ولفيو فليكس وهواوي، فعلا أعلى السماعة فيها بطارية عملاقة بتقعد 50 ساعة. بصراحة جربتها أنا بقالي أسبوع ما فصلتش شحن، لسه فاضل فيها تقريبا 25%. بتربط على التليفونين، فيها نويز ريدكشن، نفس مواصفات الايربود 4 بالظبط بالظبط بالظبط، ونفس الاداء ونفس القوه. يعني الاي ان سي، في اي ان سي عايز نفس المايك، في هيفي بيز مود للبيز، وفيها كمان جيم مود. يعني السماعه فيها جيم مود، هو الشركه بتقول انت 10 دقائق تقعد 10 ساعات، حقيقي الكلام ده مش كلام. وبتربط على تليفونين، فيها مميزات كتير قوي. سماعة طبعا أصلية كيو ار بتاع رايمو، احنا الحمد لله متفردين بيها. البروتوس بتاعها 5.3، البطارية 350 ملي امبير اور على الشيب الجديدة، بتقعد فعلا 50 ساعة تايب سي. السماعة ضد المية، مش ضد المية اللي هتنزل بيها المية، ضد العرق يعني والتمرين، كارل كير سيرفيس. دي الكرتونة بتبقى من برة، دي محتوياتها. بتبقى السماعة في الطبق ده، وهنا العلبة بيبقى فيها من جوه، دي التبس بتاعتها غيارات الودان. بيبقى معاها كابل تايب سي محترم قوي قوي قوي، قريمو اصلي، مش حتة كابل وخلاص، لا ده قريمو. ده للشحن اهو. على العموم دي السماعة. طبعا الهيفي بيز مود ليها طريقة تشتغل بيها وتفصلها، والجيم مود ليها طريقة برضو. الكلام ده مكتوب في الكتالوج، هنقوله لكم هنا في الفيديو برضو عشان اللي اشتراها او هيشتريها يبقى عارف يستعملها ازاي. طبعا السماعة طبعا غنية عن التعريف، اللون ده تحفة اهو. السماعة دي فيها المغناطيس بتاعها، المغناطيس بتاعها بيتحكم في السويتش اون اون اوف، يعني لو قربت الاتنين من بعض تقفل، لو فتحت الاتنين تشتغل. السماعة اهي طوق مرن جدا، تناسب اي حد، تناسب اي حد بدون مبالغة كده. دوسة طويلة، السماعة اشتغلت تمام. الباور اوف بتاعتها والباور اون من الزرار، في هنا اوبشنز كتير اوي هتلاقيها في الكتالوج بتاعها، هنقول لك تعملها ازاي. لو انت عايز تشغل، لو انت عايز تشغل الجيم مود، بتدوس دوسه، هنبص في الكتالوج بتاعها ده. لو عايز تشغل الجيم مود مكتوب في الكتالوج ولا ترنسي جيم مود سويتش، لونج بريس سويتش بوتون 1 اهو، ده الام. دوسة طويلة هيشتغل، دوسة طويلة تلغي. طيب احنا عايزين ندوس دوسة واحدة، يبقى على السويتش بوتون هتدوس بتاع الباور دوسة واحدة كده، هيدخلك على الجيم مود البيز مود. وهنا طبعا بيديك انديكيتور يقول لك فول تشارج، وشكلها بتشحن من المانج من الحتة دي. هنا في مايك يا جماعة، بص المايك قريب جدا من البق اهو، تشحن طبعا من الحتة دي تايب سي. ادي الماتيريال بتاعها، ساعة محترمة، سماعة محترمة تستاهل كل جنيه يدفع فيها، تمنها 1300 جنيه. شكرا.